نجاح مشروعي عطلة عيد الغدير. لأن يكون لنا عيدا ومزيدا لأولنا وآخرنا في عراقنا الحبيب. لا ماء لا كهرباء. فاليوم قد شرفنا الله بعطلة العيد الثالث. لا صناعة لا صحة. إذن فيوم الغدير حينما نطالب به عطلة إنما هو عطلة لإكمال الدين. لا تعليم لا نفط. فيوم الغدير خوف نقص خدمات. عطلة رسمية عامة. فقر جوع. طالبنا بعطلة في يوم الغدير. العراق الشعب العراقي ما الحبيبي من هذه السوالف.